هل كمان بيبقى بيصاحبك احساس ان انك ممكن تتدخل لانك تحس ان العمل يعني ناقصه حاجه؟ لان انت كده بتفكرني بالفنانين التشكيليين العظماء القدام اللي هو كان بعد ما تنتهي اللوحه وتتحط في المعرض يروحوا بالليل يكملوا شويه تاتشات. فانا ما اعرفش ليه جالي الاحساس ده انك انت برضو احساسك ان ما عندكش حكايه ان العمل اكتمل، ان في حاجه لسه ناقصه. لا ما بعرفش اخبي، عندي مشكله ما بعرفش اخبي، اعرف بقول على طول يعني، خاصه مع اصحابي. يعني في اول فيلم عملته مع محمد خان كان روايه عن جاتسب العظيم اللي فيتس جيرالد، فكنا عملناها معالجه ونعمل منها فيلم. المفروض الشوت محمد عامله نور الشريف بينزل من فوق وبيشوف الساعه فبيرجع على نور الساعه، حاجه رمزيه كده يعني، كنا بقى في توات يعني. فقلت له محمد اللي قلت له ما تبدا بكلوز لايد نور الشريف، ابدا بكلوز وارجع شويه. ففكر فيها يعني، صح يا جماعه، بشير بيعترض بيقترح كذا، نور هنعيد الشوت، معلش هنبدا من الايد وبعدين نوسع وتنزل ونشوف كذا. لكن دخلت فعاوز اقول لك ان ممكن ده يبقى غلط، بس فعلا اذا كان احساسي في اللحظه دي ما كنتش بقدر اخبيه يعني، كنت عندي هذا العيب ما بعرفش اخبيه. انت كمان تدخلت حتى في نهايه فيلم موعد على العشاء؟ طبعا وغيرت. لا ده كان مشكله، موعد على العشاء ده كان فيه كميه، لان كنت سعاد جميله قوي قوي وانسانه بحبها قوي الله يرحمها، كانت انسانه هايله يعني، هي واحمد زكي وجهين العمر واحد ننزل بعض اكتر. هي حتى تسيب لجوزها وانت صممت ان هي تاكل معاه. هو حصل كذا موقف، هي ده هو يوم تصوير المشهد، احنا نصور المشهد، فانا بالليل فكرت في الحكايه هنصور بكره مشهد ايه مش عارف ايه، فرحت مقترح، لان هي كانت زي الحادثه، هي بتحط له السم ويموت. الحادثه كانت منشوره في مجله لبنانيه يعني. قلت له طب ما ياكل، جت لي فكره انه ايه، نقول لها الاكل ده فيه حاجه، فتقول له اه بس بعد ما يكون كل، فقول لها فيه ايه، تقول له سم، انا وانت ما نستحقش نعيش، انت اشتريتني من وانا صغيره خالص، وانا ما قدرتش اخد حريتي وقتلت جوزي بعد كده، فاحنا الاثنين ما نستحقش نعيش، وتاكل معاه. فسعاد كانت عندها مشكله، قالت ازاي يعني اكل معاه ازاي، ياكل معاه ازاي يعني، انا عارفه ان في سم، طب انا هعمل ايه؟ قلت لها ما هو كشفك ومتعنطز وبيلعب نفس الدور اللي بيلعبه طول الوقت، دور الاله المسيطر، وانت ما عادش في قدامك حاجه، لازم تموتيه، لازم الابتسامه دي تروح. طب العلاج ايه؟ انك انت تاكل اكتر، وتاكل حتى تشوفيها ماليه المعلقه بتاكل شهيه. عشان تشجعه ان هو ياكل.